بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. بعثت الأهلي وصلت الإمارات للمشاركة في السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري. وخاض فريق الأهلي مران الختامي في القاهرة على ملعب التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري. الفحوصات الأولية اللي خضع ليها يحيى الدرع لاعب فريق فيسبرام المجرية ومنتخب مصر لكرة اليد أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وده خلال مشاركته في أحد مباريات فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد أثناء مواجهة فيدريكا الدنماركي. لاعب نادي الزمالك أدوا تدريبات بدنية خاصة في بداية ميران اللي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت استعدادا لبطولة السوبر المحلي تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق. وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات. فريق حرس الحدود تعادل سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري في إطار الاستعداد لبطولة للدوري العام وتجهيز اللاعبين من خلال سلسلة مباريات ودية وقوية. الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، وحصد الفرعون المصري مرموش جائزة الأفضل في الشهر ببطولة الدوري الألماني المرة الأولى في مسيرته، ده بعد ما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال سبتمبر المنتهي. نجم منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي لانيال ميسي توج بجائزة الأكثر حصولاً على الألقاب في تاريخ كرة القدم مقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية.